السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير كامل لاباس. معكم اميره في لاشين يوتيوب لورنويف اميره. اجوردي خاوتي جيت لكم باش نريبوندي لكم على لا كيستيون اللي دائما تتبوزي لي في الانستغرام، سواء في الانستغرام سواء في الفيسبوك سواء في لي كومونتير تاع اليوتيوب. توجور عندي كيستيون وحده دائما يعاودوها، اميره واش نخدم كي نقرا بيولوجي؟ شوفوا طلبة، أول حاجة كاين فئتين باش نتفاهمو، كي يدو الباك كاين الفئة اللي تقرا بيولوجي زهر باسكو تبلها مليح، حيكونو سيونتيفيك يقولك أنا نتبع في المجال اللي كنت نقرا فيه نكمل سيونتيفيك نكمل بيولوجي، وكاين لا يكون مفيزي على حاجة ويخير لا سبيسياليتي. دونك سا دي بوان خاوتي، بيان سور كاين اللي ما يحالفهمش الحظ باش يديروا دي سبيساليتي كانوا حابينهم، دونك وتصح لهم بلا موين تاعهم، زعما نقولوا ديسفور ولا اونس تصح لهم بيولوجي يديروا بيولوجي. كاين لا يحبوا هاد لا سبيساليتي، دونك كل واحد كيفاه. دونك انا راني هنايا باش نجاوبكم اليوم وباش تعرفوا سوا خيرتوا هاد سبيساليتي زهر، سوا خيرتوها محبه، سواء ما لقيتوش واش تخيروا خيرتوها، راكو في لو بون شومان. ونقول لكم بلي ربي سبحانه يحبكم باسكو خيركم تقراو هاد لا سبيسياليتي. سا فو با دير كو ربي سبحانه ما يحبش لي خيروا لي سبيسياليتي الاخرين، نو حاشا لله. مي هاد لا سبيسياليتي خاوتي انا بيرسونيلمون استفدت منها بزاف، ونقول لكم بلي تزيد لكم من الايمان تاعكم. باسكو علاش؟ باسكو راح تقراو على خلق الله تعالى، راح تشوفوا حاجه صغار مثلا خليه كيفاش تفونكسيوني، كيفاش العضيات تاعها يمشيو، كيفاش كل حاجه سبحان الله تمشي كيما نقولوا بنظام كوني ما تحيروا فيه. الانسان ما يعرفش خليه تخلقت عندها شحال من سنين وتعرف تسير كتخر من الانسان. كاين عفايس خاوتي، شوفوا نعطيكم واحد ليكزومبل، نقولكم بلي الخلايا النباتيه مثلا يتبادلوا في بعضهم المكونات الكيميائيه. مثلا خلية عندها مكونات كيميائية تتبادل مع جارتها، هذيك إذا سحقت حاجة تبعت لها، هذيك تسحق لها، إذا سحقت حاجة تبعت لها. بيان سور كاين لا لاميل موين بيناتهم هي اللي تلصقهم، وكاين لي بلازموديزم هما الثقوب اللي يخرجوا منهم التبادلات. هادو سي دي ديتاي. مي خاوتي ايماجينيو بلي هذاك التبادل ما يكونش غير نية وزهر. سافي دير كوا؟ سافي دير بلي هذيك الخلية عندها ان باساج كونترولي. خليه ايماجيني وقتاش تخلقت الخليه النباتيه، وقتاش تخلقوا النباتات، كي خلق ربي سبحانه الارض، اي با هذاك الوقت الخليه كان عندها ان باساج كونترولي. تسمى صح جارتها وتبعت لها كتر خيرها بصح ما ديرش فيها الامان. تسمى كي تبعت لها كاش حاجات كونتروليها، سبحان الله على بالي بالك راكو تحيروا في هذا الديتاي، اي با وي تكونتروليها كي تكون حاجه ماشي مليحه ما تدخلهاش عندها. دونك حتى هي وتونك الخليه تعرف واش تدخل لدارها وتعرف واش ما تدخلش لدارها. اما على هذه خوتي حبيت نقول لكم راح تكتشفوا بزاف عفايس ملاح، راح توحدوا ربي سبحانه وراح تحبوا جو هاد لا سبيسياليتي حتى ولو كان ما كنتوش تحبوا لا سيونس. مي وشنو لازم كيما نقولوا تقراوها سيريوزمون، يعني لازم صح تحفظوا وصح تفهموا هكذا باش يعني تستفادوا او ماكس. دونك السؤال كيما قلت لكم واش نخدم كي نقرا بيولوجي؟ هنا راح ندير فيديو وراح ندير دي بوست كاع مجالات العمل في الانستغرام. دونك اللي يشوف الفيديو راح يشوفها هنا في اليوتيوب ليرن ويز اميره، وبارطاجيوها او ماكس خاوتي. انا ندعمكم في لي فيديو بالشرح وانتم تدعموني بالبارطاج. واللي حاب يروح يشوف لي بوست باسكو بالك كاين عفايس ثاني تلقاهم في دي بو في لي بوست على انستغرام، دونك انستغرام ليرن تيريد با ويز اميره. نبداو ديريكتومون بسم الله. الوغ اول مجال والاكثر شيوعا من مجالات العمل تاع البيولوجي سي مختبرات التحاليل الطبيه لي لابوغاتوار. مي راح يقولوا لي اميره لي لابو كيفاش نخدموا حنا هذوك لي نحوا الدم ولا نو خاوتي اتوندي، كاين فرق ما بين بيولوجيست وهذوك لي نحوا الدم سي اوتر شوز. اوكي جينيرالمون مختبرات التحاليل الطبيه يخدموا فيهم لي بيولوجيست اوتون كو يدرسوا البكتيري. اوكي كيفاش يدرسوا البكتيريا بالعربيه؟ سافا دير زعما يزرعوها في اوساط ويشخصوها ويقراو عليها. دونك هذا المجال الاول لي لابوغاتوار او مختبرات التحاليل الطبيه. نروحوا نشوفوا المجال الثاني، راح نعطيكم غير رؤوس اقلام عليهم، دونك هكا باش تدوا ايدي عامه.
المجال الثاني هو العمل في مجال الابحاث العلميه. vous allez me dire اميره اوكي لي ريغيرش سيانتيفيك كيفاش راح نخدموا فيهم. راح نقول لكم مو بيرسونيلمون جيم ترو هاد دومين. دونك هاد دومين كيفاش خاوتي راح تقراو دراسه تاثير مكونات ولا مواد كيميائيه على الحيوانات والنباتات. مثلا الماده الكيميائيه الفلانيه كي نعطيها الحيوان كيفاش تاثر عليه، ولا كي تقيس نبات كيفاش تاثر عليه. دونك راح تشوفوا التغيرات التطورات تاثير سلبي تاثير ايجابي. دونك هذا شغل راح تولوا علماء الله يبارك. alors moi personnellement j'aime trop هادشي parce que هذه اضافه لا سيونس اوكي. هذا مجال الابحاث العلميه تسمى راح ديروا ابحاث ماشي غير حاجه صغيره. D'ailleurs, autant que étudiante fi bab zouar, Allah ybarak, kayen bzaf les professeurs. Bon, je parle ala bab zouar parce que ana nqra bab zouar. OK, ça veut pas dire que les universités l'okhrayn, non, hacha. Ça veut pas dire que les universités l'okhrayn, les professeurs tahom ou les étudiants tahom, ma nhedrch alayhom ou la, parce que ma n'arafhomch tout simplement. Mais bien sûr, Allah ybarak, Dzaïr 48 wilaya fiha fiha les meilleurs professeurs, fiha les étudiants, Allah ybarak. لي موين تاعهم ما نقدروش نوصفوهم تالمو هايلين وطالعين ايتو. هادي باش برك نفتح قوس علاش نهضر توجور على باب زوار. الوغ باب زوار باغ اكزومبل خاوتي يا بوكو دو بروفيسور عندنا الله يبارك لي داروا دي ريغيرش سيانتيفيك وعندهم دي بري اوكي داو عليهم دي بري تسمى كرموهم على الابحاث العلميه اللي داروهم. سي بور سا تاني من داك تلقاو دي دكتورون في لي لابو يخدموا. Les doctorants généralement تلقاهم directement في لي لابو. كي تروحو تحوسو في لي لابو تلقاو لي دكتوران راهم تما يخدمو. alors parce que كاين بزاف خاوتي même des professeurs الله يبارك عندهم دي ريغيرش تاعهم هما اللي داروهم وتقدروا تقولوا هما اكتشفوهم. وي كاين حالات هما اكتشفوهم pour la première fois au monde entier. imaginez الفخامه يعني الله يبارك وان شاء الله ان شاء الله كامل ربي يجعلنا منهم يا ربي. عندنا مجال واحد اخر اللي هو مجال المحافظه على البيئه. دونك راح يديروا فيه اللي يكونوا متخصصين في هذا المجال خطط باش يحافظوا على البيئه باش يسيروا الموارد البيئيه الحيوانيه والنباتيه. كاين اون سيرتان فيديو جات عليا الله يبارك ديرنييرمون على اون ايتيديونت انفان الله يبارك يعني هي راهي كملت دارت مشروع الالغو اغا جوزوها في جو راديو جو سي با الا شتوها بالك سمعتوا بها ديجا. دونك دارت مشروع الالغو اغا اللي يعتبر من المشاريع لاداره الموارد البيئيه والحيوانيه والنباتيه بيان سور من الانقراض ونشوفوا حاجات نستخلفوا بهم. دونك ننصحكم تشوفوا هذيك لا فيديو باسكو راح تعطيكم طاقه ايجابيه وراح تعطيكم حافز مليح. عندنا تاني مجالات واحد اخرين مثلا عندنا مجال التوعيه والارشاد البيئي يعني اللي يتخصصوا في تاع البيئه ايتو راح يولي يوعي ويرشدوا العفايس الملاح للبيئه العفايس اللي ماشي ملاح اكسيتيرا اكسيتيرا. عندنا العمل في شركات الادويه كاين بزاف اللي يخدموا تاني في الشركات اللي تخدم الدواء مثلا يلفون لو كونترول دو كاليتي اكسيتيرا. كاين اللي يخدموا بالبيولوجي تقدروا تخدموا في مجال البحث الجنائي اللي يحبوا هاد الدومين. بيرسونيلمون ما نيماجينيش روحي في هاد لو دومين باسكو ما نحبش هاد لو دومين مي بون كاين بزاف اللي يحبوا هاد الشيء منهم مون فرير باغ اكزومبل. البحث الجنائي سي لا بوليس سيانتيفيك دونك هادوك اللي يديروا التحليل تاع الجثث ويشوفوا سبب الوفاه. دونك محقق كونان المحقق كونان واللي يحبوه. الوغ عندنا تاني شركه مستحضرات التجميل تاني كاين اللي يديروا لو كونترول دو كاليتي باغ اكزومبل تاع الماكياج اي تو. وبيان سور المجال تاع المستشفيات والقطاع الطبي نشوفوا اخر مجال كيف كيف. المجال الاخر خوتي هو مجال التدريس ونقدر نقول هو مجال بزاف بزاف شايع وبزاف معروف بوغ لي بيولوجيست اون جينيرال. دونك مثلا اللي عنده لا ليسونس يقدر يقري تاع سويام يقريهم سيونس مادة العلوم الطبيعية. اللي عنده ماستر اون بيولوجي يقدر يقري سيونس تاع الليسي. واللي عنده دكتوراه بيان سور راح يقري تاع لونيفرسيتي. دونك فوالا خوتي لحقنا لا فان دو لا فيديو. حبيت نقول لكم حاجة شوفوا خوتي لازم كل واحد من دوكا يسطر واش راه حاب اوكي باسكو ما تقدرش تقرا بلا هدف.
يعني راك تقرا برك باش تجيب لي زاني تاعك، ومن بعد كي تجيب ماستر تاعك نيمبورت كال سبيسياليتي هذاك واش همك، جيب ماستر تاعك و سي بون. نو خاوتي، شوف راك تشوف لا فيديو تاعك باسكو راك داخل لافاك، راك تحت تقرا بروميير اني ولا راح تطلع دوزيام اني ولا ثروازيام اني ولا حتى راك ماستر. سيل فو بلي خاوتي، ديروا بوت، ديروا هدف راكو حابين تلحقوا له. يا سيدي لو كان كانت هاد لا بيولوجي ماشي كاع من ضمن الحسابات تاعكم تاع القرايه، يا لو كان ما حبيتوهاش بصح راكو صح راكو تقراو فيها، حوسوا شوفوا المجالات الله يبارك كاين بزاف، ما كاش منها كاع المجالات ما تحبوهمش، كاين مجال تحبوه. دونك ديروا لو بوت تاعكم في راسكم باش تقراو على جالو وباش تنجحوا على جالو، باسكو كي يكون عندكم هدف راح ديروا كل حاجه باش تلحقوا له. باغ كونتر كي تقراو غير هكذاك راح تدخلوا غاتراباج وراح تطلعوا بليدات وماشي حل. انا ماذا بيا نشوفكم دائما الاولين. دونك فوالا خاوتي، لحقنا لا فان د لا فيديو، ميرسي بور لاتونسيون تاعكم، تري بون جورني باسكو راني فيلمي هاد لا فيديو الصباح. دونك تري بون جورني جو فو سويت. Et au revoir, ne t'oublie pas le partage, les commentaires, les j'aime, ou salam alaikum.